السلام عليكم. راحت الصيانه تتصين، فالصنايعي الله يبارك لهم بهدل الدنيا، هي راكب فيها كاس البيانير وشاشه. بص الشاشه عامله ازاي، وقعت ازاي، تمام. وفي سماعات وقفت، السماعات اهي مقطعه بيانير اصل، خلي بالك كده. بص اهو التالت اهي، ودي واقفه، ودول بقى السماعات، ثلاثة سلام وثلاثة بايظين. هنركب اهو سماعات ادران دي، في الصيني حاجة محترمة السماعة دي، خلي بالك. سماعة دي السماعة التانية 1700. هنركب الطعمين دول مكان البايظين مع البازوكا السوني 1800، والجيمين 1700، والتاني 480. ده للسماعات وده للبازوكا. نبتدي نركب ونرجع تاني ونشوف الدنيا ايه. ودول الست سماعات بعد ما ركبوا في الستاند اهو، غيرنا الست، غيرنا اربعة، ادي اتنين وادي اتنين، ودول القدام اربعة ادران 700. دي احسن سماعة في الصين، الادران 700 مع كاسة البيانير اللي قدام اهو، كاس البيانير قدامه اهو، كاس البيانير مع الجيمين 1700 1480. 480 للسماعات و 700 للصبايا. البازوكا السوني 1800. نجرب الصوت ونرجع تاني. وبعد ما ركبنا غيرنا السماعات مع البازوكا مع الجيمين وست سماعات اهو، اللهم بارك. الصوت محترم عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم حمادة، معانا الـ A4 أوكتافيا A4 أهي. العربية دي لسه معمول لها نانو عند الحيني. بصوا احنا عملنا ايه بقى في العربية دي، اتحولت. احنا في الأول ركبنا ستاند في ست سماعات اهو. بصوا شكل الستاند، تمام، ست سماعات، اربعة ادران واتنين بيانير. اربعة ادران 700 اللي قلنا عليها هي انضف سماعة في الصيني، الادران 700 كويس. وادي بازوكا سوني 1800 واط، بازوكا سوني 1350، تمام، والجيمين 1700 وواحد 480 سيمفوني. طبعا 480 للسماعات وال 700 للصباية، بس احنا طبعا مطينها. وادي منظر السماعات اهو، معمول ستاند محترم، ويتقفل ويفتح مع الشنطة، حاجة شياكة، تمام. القصة بقى مش في عدة الصوت، القصة تعالى اوريكم انا عملت ايه. اختراع. بصوا يا جماعة انا عملت ايه، كان راكب هنا قدام الكاسة البيانير ده، كان راكب هنا اهو كاسة البيانير ومعاه الدرج ده، راكبين كده فوق بعض اهو كده، تمام، راكبين هنا. احنا بقى هنركب 10 بوصة، هي ملهاش فريم،
ملاش فريم يركب فيه شاشة. هركب شاشة 9 بوصة على الفريم بتاعها. ازاي بقى؟ انا هوريكوا ازاي. نشوف مع بعضنا كده الشاشة، شفت ركبت ازاي على الفريم بتاعها. هي تعبتني بس تمام يعني، وماسكة حلوة اهي في الفريم. وهوريكوا بعد ما تركب طبعا، وهنجرب كل حاجة وهنشغل كل حاجة وهنغير الكاميرا. وادي علبة الشاشة تعمل لها 2200 جنيه. على قد العربية، مش انا يعني مش هنركب شاشة ب4000 جنيه في عربية قديمة شوية. احنا هنركب شاشة رامات 1 جيجا ومساحة 16، اهي رامات 1 جيجا ومساحة 16، لان صاحب العربية ما بيشغلش نت كتير، فمش مستاهل ان نركب برامات عالية. تمام، احنا جايبين اندرويد عشان تشغل امكانيات، تنزل عليها برنامج حاجة كده تظبط بيها يعني، حاجات بسيطة وكل حاجة على قد سعرها. نركب الشاشة ونركب الفيش ونرجع تاني. كان ركب اساسا فيها عدة، وللأسف كان ركب فيها الكابل ده 3 متر، واللي كان مركب مش عارف انا مركب ازاي، عامل لي يعني مش واصل لغايه الكاسيت الار سي، فعامل لي ارضيه اهو، حاطط لي ارضيه هنا وموصله بسلك. يعني هو قصر منه هنا وراح موصل لي ارضيه. ده شغل مش مظبوط. احنا جبنا الكابل اهو، كابل ار سي الادرين اللي قلنا عليه قبل كده اهو، الكابل ده كابل ار سي اهو، وصلناها في الجي ام اهو. كابل ادرين، وادي العلبه بتاعته. كابل الادرين ده محترم. واخيرا الصوت طلع بعد عذاب، عقبال ما دورت على الكابل ايه اللي مخلي الصوت مش طالع لغايه ما وصلت. تمام، خلي بالك الكابلات اهم حاجه في الايه، في الصوت يعني. ده 3 متر هو، ما اعرفش انا ازاي يعني يوصله ويركب لي ارضيه كده بالمنظر ده. طبعا عشان هو مش من المنطقه بتاعتهم، فلازم شغل تكبير الدماغ ده. هم احنا عملنا الحمد لله الشغل الصح، وهنرمي الكابل. والكاميرا دي كانت مرشوشه اهي، مرشوش عليها بويه، هنغيرها اهي. تمام، فاصل ونرجع تاني. بصوا بقى، الكاميرا دي ب275 جنيه، بس قصة من قصص الزمن. كاميرا 360 درجة اهي، 360. بصوا بقى شكل الكاميرا دي، انا مركبتهاش قبل كده بصراحة، لسه اول مرة اركبها. بصوا الكاميرا، ايه ده، ايه الكاميرا دي، شايفين تتحرك كده وكده وتظبطها. بص نظام ايه على بيضاوي كده، تتحرك يمين شمال كده وتظبط، بعد كده تروح ايه رابط هنا في مسمار اهو، مسمار اهو الانكي، واعطيك مفتاح ليه اهو، واعطيك مفتاح ليه تظبط، وبعد كده ايه تربط. ده الشغل الجديد ده، ياما نشوف. والكابل بتاعها قوي، الكابل ذات نفسه ده تقيل كده وخامة أدخل من اللي بينزل العادي اهي. هركبها مع الشاشة اللي احنا قلنا عليها 9 بوصة، تمام، مع الكابل اللي احنا هنغيرنا دلوقتي. يعني احنا ظبطنا كل حاجة بصراحة من أول وجديد، ظبطنا الستاند تمام، مع الجيمات، مع الشاشة 10 بوصة بدل الكاسيت والدرج، مع الكاميرا 360 درجة اللي تمشي مع الشاشة عشان ايه يبقى كله مظبوط. نركب الكاميرا والكابل ونرجع تاني. انا فتحت لكم الكشاف عشان تشوفوا كويس اهو. بصوا A4
10 بوصه في فوق، لان العربيه دي ملهاش فريم، احنا ركبناها يعني. والزر مش معاكس بتاع البنزين اهو، ده لو فهمش حاجه، وده اهو شغال وش الهواء، كله مرتاح، كل زر مرتاح تمام. وادي الشاشه اهي، والتكييف بعيد خالص عن الشاشه، وكل حاجه بعيد عن الثانيه خالص اهو تمام. نظبط الصوت في الجيم ونرجع تاني. الله، 2x2 صغيرة عشان ندي من الجي ام ده للجي ام ده ب50 جنيه نكمتش، وصلة محترمة اهي. هنوصلها من الجي ام ده للجي ام ده عشان ندي الايه، ندي البيز للبازوكا. نركبها هنا بدل دي، يعني دي اي كلام، دي ده شغل اي كلام. بص شايفين دي يا جماعة، شايفين دي، بص دي بقى، دي كابل محترم اه، تلاقي السوكت بتاعه اصفر بيلمع كده، ده كابل محترم. نركبه جوه هنا كده، ندي الوصل للجيم التاني ونرجع تاني كده. احنا وصلنا اهو، ركبنا الكابل النكماتش ده بدل ده، وصل 2x2 تمام بدل دي اهي، واصله 2x2 اهو الكابل الصغير ده. نشغل كده الصوت ونرجع كده. احنا خلصنا كل حاجه، كاميرا 360 درجه، ادي الكاميرا اهي، ادي الكاميرا اهي، صوره نقيه 360 درجه الكاميرا ملهاش حل. وديكم شايفين الفريم مركب ازاي، لان هي ملهاش فريم، الشاشه اهي راكبه 10 على 10 بتاعتها، كانها بتاعتها 10 بوصه 9 بوصه في سكودا اي 4 تمام. مع عده الصوت، عده الصوت طبعا راكب 6 ورا 4 ادريان 700 واط، ده انضف حاجه في الصيني، واثنين بيانير اصلي بتاع زمان، وكان راكب دوله الدرج والكاسيت البيانير ده. بس الدنيا اتحولت بصراحه، يعني ده شايفين الصوره، هذا الكاميرا بس، تعالوا نشوف الكاميرا كده شكلها من ورا. الكاميرا اهي 360 درجه، انا ركبتها هي بارزه، بس انا ركبتها عشان خاطر هنا في قطره، قطره اهي تمام. مع عده الصوت، وادي عده الصوت 4 دريان و2 بيانير 6 وبازوكا وجيمين، واحد 480 والتاني 700. وغيرنا كل الوصلات وظبطنا الدنيا، مبروك على صاحبها. وادي الشاشة قدامها اهي، شوف منظر الشاشة من ورا شكلها ايه، الله حاجة محترمة. في ايه فور، ايه فور الشاشه ال 9 بوصه في السكودا اي 4 مع تظبيط عده الصوت، 6 سماعات في الستاند، و2 جي ام وبازوكا 1350 سوني. معانا صاحب العربيه والاستاذ عصام زبون، ادي له بتاع 10 سنين بالظبط. استاذ عصام، ايوه عامل ايه استاذ عصام؟ تمام والله الحمد لله. ايه رايك في ال، ايه رايك في الشاشه واللي احنا ركبناها، التعديل اللي عملناه ده؟ التعديل تمام والصورة واضحة، يعني عشان عشان ملهاش فريم فعملنا التعديل، عملنا التعديل. وبرضو بالنسبة للشاشة الديجيتال والكاميرا ديجيتال ورا، والسماعات والسماعات اتظبطت مع الجي ام مع الصوت والكاميرا، والكاميرا تمام، والخلفية بتاعتها تمام وزي الفل. مبروك عليك يا استاذ عصام، الله يبارك فيك يا باشا. كان معكم حمادة دي جي.